بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن التورم وفرط الزلال عند الحامل. طبعا تشكو بعض الحوامل من حالة التورم في الوجه والأطراف السفلية، وفي بعض الأقسام طبعا الأخرى من الجسم أيضا. طبعا إن تورم الوجه والأطراف عند بعض الحوامل شيء طبيعي، وخاصة يعني في النصف الثاني من الحمل، وذلك نتيجة زيادة وزن الجسم طبعا، وتجميع يعني تجمع السوائل من الأنسجة، وهذا طبعا يؤدي إلى نوع من أنواع التورم، وغالبا يعني يظهر ويعود في النهار وأثناء الليل يعني. وأيضا بالذات عندما يعني تعمل الحامل في وقت وجهد طويل جدا قد يظهر الزلال، وطبعا يختفي أثناء الراحة والنوم ليلا، ولكن استمراره ليلا مع وجود نسبة من الزلال في البول يعني أن حالة المريضة يجب عدم يعني إهمالها، إذ أنها يعني قد تكون نوع من أنواع المضاعفات المرضية مثل أمراض الكلى. قد تكون أيضا ارتفاع في نوع من أنواع الضغط القلب، وأنا أنصحكم يعني بمراجعة طبيب مختص في هذا المجال كي يتم فحص الحامل ومعرفة أسباب هذا المرض بشكل يعني أكثر دقة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.